قال الرئيس السيسي أن المباحثات مع نظيره الأرميني تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية. كذلك أعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية. خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل ولاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ظل تداعيات الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى أتمنى أن فخامة الرئيس فهاجن كل التوفيق والسداد في قيادات دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب لقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شاهدته من تفاهم على مستوى القمة.